في سورة البقرة آية 124. سورة البقرة دي ثاني سورة في القرآن. آية 124 يقول إيه؟ الله بيتكلم يعني يقول إيه؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. لا ينال عهدي الظالمين. ينال فعل مضارع، ومن الفعل اللي راح ينال اللي راح ياخد مين؟ اللي هيحصل الشيء يبقى مين؟ يبقى الظالمين. هيناله ايه؟ هيناله عهد، عهد ربنا. ده الاعراب البسيط. ينال، لا ينال الظالمون عهد، لا ينال الظالمون عهد. يبقى اذا التقديم والتاخير ما بيأثرش في الايه؟ في الاعراب. لا ينال عهدي الظالمين. ليه بقى الظالمين؟ المفروض انها تبقى الظالمون، كان يجب ان تكون الظالمون، فهي جمع مذكر سالم مرفوع بالواو والنون لانها فاعل والفعل ينال. يبقى ازاي جت منصوبه بقى؟ ده السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه عمل غير صالح. الله، فكأن
النبوة عمل لا عامل، ما هي الزواج إنما هي عمل، فإن كان عمله عملا قيميا تمام، يبقى عمله مش قيمي يبقى مش لو لم يقل الله إنه عمل فإنه عمل بقى يخبر عنه بأنه عمل، لو قال إنه عمل غير صالح لأنه عمل. إذا ما دام إنه عمل غير صالح، إذا لو كان عمل صالح يبقى من أهلك ولا لا؟ شوف المقابل، إنه ليس من أهلك يبقى ما يعرفك إنه ليس من أهلك. ليه يا ربي؟ إنه عمل غير صالح. الله، إذا الذي يكون من أهلك ومين؟ إنه عمل صالح. إذا النسب الإيماني أو النسب القيمي في الإيه؟ للعمل، مش في الزواج ولا في الجنس ولا في مين ولا في السمع. فإن قلتم أنتم إن إحنا ذرية إبراهيم وإحنا مش عارفين، نقول لهم لا، ربنا وصمكم ونبهنا بأنهم ذرية إبراهيم، من لا إيه؟ من يكون ظالما ومن لا يكون قاتلا لأن يكون إيه؟ شريفا في الإيمان. لما يسأل